السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في القناة ديالكم قناة بريس عرب. إليكم عنوان هذا الفيديو: شاهد فرصة وحيدة لتأهل الوداد إلى كأس الكاف. لنتعرف على التفاصيل الكاملة قبل ما ندخل التفاصيل، إخواني الكرام بغيتكم ديروا لايك للفيديو وتشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش تتوصلوا بالجديد إن شاء الله. بعد هزيمة أمام أولمبيك أسافي في الجولة 28 من البطولة الاحترافية، أصبح فريق الوداد الرياضي أمام احتمال واحد لضمان مقعد في منافسات كأس الكونفدرالية إفريقيا للموسم المقبل، وفقد فرصة الصعود للمركز الثالث في ترتيب الدوري بعد هذه الهزيمة، حيث بات فارق النقاط بينه وبين نهضة بركان صاحب المركز الثالث 8 نقاط، ما يجعل من المستحيل تقليص هذا الفريق في الجولة المتبقية. لذلك سينتظر الوداد الفرق المتأهلة لنهائي كأس العرش، إذ سيضمن مقعدا في كأس الكونفدرالية في حال تأهل الرجاء الرياضي والجيش الملكي إلى النهائي شارطة احتلال المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري. وسيخوض الوداد لقاء حاسما أمام غريمه التقليدي الرجاء في الجولة 29 يوم 2 يونيو 2024 في مباراة ستحدد بشكل كبير مصير الفريقين في المنافسة على المركز الرابع.